التعامل اللي فيه تعالي ده بيتم بس مع الفلسطينيين؟ لا، في مشهد احب اقدمه لكل اعلاميين السامسونج في مصر، احب اقدمه لمصطفى مدبولي رئيس الوزراء ولعبد الفتاح سعيد خليل السيسي اللي موجود على كرسي رئاسة الجمهورية في مصر، احب اقدمه للمواطنين المصريين، لمواطن اسرائيلي، فيديو لمواطن لمستوطن اسرائيلي موجود في مدينة دهب المصرية. هتقول لي ايه ده انت جايب لنا فيديو يعني عشان هو في دهب معادي؟ لا، انا هوريك حاجة تانية خالص. اللي هتشوفه ده مواطن او مستوطن اسرائيلي بيتكلم مع بنتين مصريين شكلهم صغيرين في السن مش كبار، وبيقول لهم انا هنا في ارض اسرائيل. فبيقولوا له روح اتعالج انت شكلك مريض. لا لا لا، انت اللي مش فاهمه حاجه في السياسه، انتوا عايشين هنا زي الحيوانات. I'm sick. Yeah, you're sick. Maybe the politics. You know what's happening in your country? Oh, God. Nothing, yeah? Yeah, I know nothing. Yeah, yeah. A break. And you're a man child. You're like a, oh, I'm living in paradise. I have a so super nice life. But you don't know nothing. Yeah. Yeah? What about your religion? Yes. Yeah? Your religion person? Yes. You don't know nothing about it. Yeah, yeah. Like an animal. Yeah, yeah. And you try to make it for me something like a, I make it something. هو المفروض ان الفيديو ده يتم يمر كده عادي. هو المفروض ان المستوطن يجي الى دهب المصريه ويتحرش ببناتنا، ولما يتكلموا معاه يقول لهم انا هنا في ارض اسرائيل اعمل اللي انا عايزه. هو المفروض ان يقول لهم انتوا شويه حيوانات مش فاهمين حاجه. ده طبيعي يا جماعه يا بتوع السياده الوطنيه، يا حاج نشأة الديهي ويا حاج محمد الباز، يا مصطفى يا بكري يا عروبي يا قومي يا ناصري، يا الناس اللي بتتكلم عن السيسي حامي الحمى، ده مواطن اسرائيلي او مستوطن اسرائيلي لا يعيث فسادا هناك في الضفة الغربية المحتلة ولا في القدس الشرقية المحتلة ولا في قطاع غزة المحتل المقاوم، بل يتعالى على المواطنين المصريين ويقول لهم انتوا حيوانات وانا هنا في ارض اسرائيل. هو لو في حد يعني بيتكلم عن السيادة الوطنية هيتكلم ويطلع يبقى في موقف، انما لو في ناس بتدلدل ودانها في الارض وتسكت وتقول حاضر ونعم، فهتسمعوا صمت القبور، صمت الحملان او صمت المعيز. ما حدش هيتكلم، يقول لك يا عم عادي، ما احنا اصل احنا عملنا فيهم مش عارف ايه قبل كده وهم عادي يعملوا. لا، مش عادي يعملوا. والمواقف اللي زي دي لازم يتم الرد عليها. تخيل ان الموقف ده حصل في بلد ذات سياده، وطلع واحد قال لك انا جاي هنا البلد دي بتاعتي. تخيل ان انا موجود دلوقتي في حيفا ولا في يافا وبقول له انت هنا حيوان، انت ايه اللي عرفك انا هنا في مصر؟ ده طول عمر التاريخ واغلب فترات التاريخ عكا ويافا وحيفا والنصرة كانت تحت الحكم المصري، انا اصلا في مصر هنا. يا ترى هيتعاملوا معاك ازاي؟ وعلى فكرة انا مش بقول حاجة مش حقيقية، اغلب عمر التاريخ اغلب فترات التاريخ ارض فلسطين تحت الحكم المصري، سواء بقى مماليك ولا غير مماليك كانت تحت الحكم المصري فترات طويلة. فتخيل ان انا خدتني العزه كده وقلت له الارض دي ارضنا واحنا في بلدنا، ولا لو رحت القدس وقلت له ان اغلب مباني القدس العتيقه حوالي 95% من مباني القدس العتيقه هي املاك مصريه سواء بالجوامع والمدارس والمستشفيات والكنائس، هيقول لي ايه؟ تخيل انت كده هيقول لك ايه؟ ولا هيرد عليك ازاي؟ هيشتمك ولا هيضربك بالنار ولا هيعتقلك؟ عموما ايتها الحكومة، اذا كنت موجودة ومتابعة، بناتك بعد ما تحرش بيهم مستوطن اسرائيلي في دهب المصرية قال لهم انا هنا في ارض اسرائيل وقال لهم شوية حيوانات، ماذا انتم فاعلون؟ ادينا هنشوف ونتابع مع بعض.